عابد هو امر يا حاج. سيبنا انا وعبد الله في كلمتين سر بينا. ازاي بس يا بابا، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ في يا ابني وياكلنا ده عبد الله متربع على ايدينا من ساعه ما لقيناه بتلقح في العربيه وهو لسه في اللف. ده ابن حلال مصاف واقف استناني قدام المكتب. ماشي يا حاج. وانت شرفه يا علاه. ايه رايك يا عبد الله في ديكورات المكتب؟ انا خليت الرجاله نفضوا كل حاجه وشالوا كل حاجه تخص المعلم حنفي. مش كده بقى انضف؟ مش تعمل المشطه في الوش لايك. طب وليه قله الادب دي بقى؟ ما تجيب من الاخر. عايز يا عباس؟ عباس من غير عم ولا ريس. وش حال لو ما كنتش مطرود من الموقف ومفيش عجله هتركبها تاني كنت عملت فينا ايه؟ مالك حق. سواقه التاكسيات بتاعه القلب. انت جايبني هنا عشان تقول لي الكلمتين دول وتتنطط عليا؟ لا، جابك عشان تطلق لبنى. لبنى؟ وانت مالك ومال لبنى؟ اتكى على العقل بدل ما العجله تدور عليك وهتزعل. انا بتكلم في حق. حق؟ حق مين؟ حقها. الست كانت وقعت في عرض يا اخي، مش انا كبير المنطقه ولا ايه؟ كرهاك وعايزه تخلص منك. ما نخلص بالمعروف. اوعى تكون فاكر الجو الكبير اللي خايف على الناس دي دخل عليها ولا اشتريته. ما دام اتدخلت في الموضوع خلاص ريحته بقت وحشه وكده كده ما يلزمنيش. ولا يجي في خيالك اني خايف من التيران اللي بره ولا دخلت الفتوانه بتاعتك هزتني. ما هو حقك برضه، القرد في منطقته اسد، بس مثالها تدور يا عباس. قرد؟ لا يا بابا، الواد خارج بيبطن كده ليه؟ دبور وزن على خراب عيشه. ورحمه ام ليطان يا بنت، انا محدش يقدر يقف قصاد ده اللي يعمل راسه براسه في رومه. بس عبد الله دماغه ناشفه، والصراحه كده يا عباس انا ما كنتش عايزاك تظهر في الحتوته دي دلوقتي. هكسر لك دماغ اهلك. وفاكر نفسه يا ابن الشوارع ده؟ ايش حل لو كان ليه اهل كان عمل فينا ايه؟ وبعدين ما انت سقت عليه بدر وما عرفش يعمل معاه حاجه. ما هو ما تاخذنيش، هو اللي معاه لبنى يسلها كده بالساهل. احب اللحم الملبس. عليا النعمة قبل المغرب لا يكون مطلع. طب والواد ابني ادم؟ اجيب لك الواد اللي يعز على لبنى يعز عليا. عاوز حاجة تانية؟ عاوزك طيب. طيب. اوعى. بس بقى يا عبد، احب الوحش اللي ما بيريحش. سكة يا غالي، خلي التليفون ده معاكي. التليفون ده كان معايا بس ملوش عايزه. خليه معاكي بدل تليفونك اللي احنا خبيناه. ابويا كان دايما يقول لي انا محوش عبد الله للزمن، الفلوس بتروح بس انا بربي راجل عشان يبقى سند ليا وظهر في الدنيا.